2017'de savaş nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye göç etti. Suriye'de elektrikçi olarak çalışan Karam El Ajel Türkiye'ye geldikten sonra ise parfüm sektörüne merak saldı. İsmi Karam El Ajel, umri 24 sene, min Suriye. بداية قدومي لتركيا بال 2017 بسوريا كانت مهنتي كهربائيات وبعد ما جيت لتركيا اشتغلت بهي المهنة مهنة العطور. طيب بداية قدومك لتركيا، خلينا نقول بالسنة الأولى لقدومك لتركيا، صعوبات هي اللي واجهتها، شلون بعدين قدرت تتعرف أكثر على البلد على المنطقة اندماجك في المجتمع؟ الصعوبات اللي واجهتها كشخص يعني أول جيت على تركيا، أول شيء اللغة، ثانيا صعوبة بحصولي على الحماية المؤقتة والأوراق القانونية للإقامة. طيب بعد ما مثلا أنتم جيتم لهون لتركيا، أنت توجهت لمهنة ثانية غير مهنتك الأساسية اللي عملت بيها بسوريا، الشيء اللي خلاك تتوجه لهاي المهنة ممكن تتكلم لنا عنه وتتكلم عن المهنة بشكل عام أكثر يعني؟ تماما، 70% من السوريين اللي أجوا على تركيا يعني أغلبهم ما اشتغلوا بالمهنة اللي هم كانوا عم يشتغلوا بها بسوريا، يعني مثلا ببعض المهندسين أيضا هو مهندس اليوم مشتغل مثلا حداد أو نجار أو غيره أو غيره، وأنا كذلك الأمر صار معي، يعني أنا كانت مهنتي كهربائيات بعدين حبا بهي المهنة أنا اشتغلت بها. أبي ناس مثلا تواجه صعوبات إنه مثلا ما تلاقي مجال خلينا نقول دراستها أو مصلحتها الأساسية فتعمل بمجالات أخرى. تماما، هو واجهت بالبداية أيضا صعوبات بعملي بمهنتي الأساسية، ما صار يعني إنه ما وجدت الفرصة المناسبة إني أشتغل بمهنتي. kendi işini kurmak için resmi işlemlerini yaptıktan sonra kendi iş yerine kurdu. بداية افتتاحنا كانت بال 2017، طبعا الافتتاح كان بشوية صعوبات من ناحية التراخيص وإلى آخره، ولكن حلت بالأخير كلياتها. hem Suriyelilere hem de Türk vatandaşlarına yönelik parfüm satan Karam El Ajel parfüm ve kokularını sevdiğini söyledi. والآن الحمد لله يعني عندنا نسبة زباين من كل الفئات. بالنسبة للفئة بعدنا نحن موجود كل موجود عندنا المنتجات لجميع الفئات، يعني للفئة الخليجية بإلها عطور، للفئة التركية أيضا في إلها عطور، السورية كذلك الأمر، وموجودة عندنا متوفرة كلياتها. يعني أيضا نحن كشركة شانيل كسبنا ثقة الزباين عن طريق الجودة اللي نحن نقدمها للزباين، إن كان جودة المنتج، انبلاج المنتج اللي نحن نقدمه. kısa sürede Türkçeyi öğrenen Karam El Ajel sipariş için bir internet sitesi kurarak işini ilerletti. ايضا نحن كسبنا ثقة العميل لدرجة انه صار يطلب اونلاين، اونلاين نحن عندنا موقع على الانترنت فالزبون بيطلب بكل ثقة. Türkçeyi öğrenmenin güzel olduğunu söyleyen Karam El Ajel ve bu ülkede kaldıkları için minnettar olduğunu söyledi. ايضا نحن استطعنا انه نكسر حاجز اللغة ونتعامل مع أخواننا الأتراك بكل أريحية، وأيضا نحن يعني جدا ممنونين من إقامتنا بهي البلد.